كلنا حاسين طبعا بموجة البرد، انخفاض درجات الحرارة والصقيع اللي بنشوفه في بعض المناطق، خاصة المناطق البعيدة عن قلب العاصمة. خلونا نتعرف على تفاصيل حالة الطقس وننتقل فيها لزميلتنا دينا شرف اللي مستني. شكرا لك يا ليلى، وفعلا دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للبروده نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه، مائل للدفء على السواحل الشرقيه وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده على اغلب الانحاء. في النهارده كمان شبوره مائيه صبحا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. توقع النهارده سقوط امطار خفيفه الى متوسطه على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، ده على فترات متقطعه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، وخصوصا طبعا يمكن حضرتك من امبارح قايله لنا ان هنستمر في انخفاض درجات الحراره مستمر معانا النهارده كمان. بالفعل هو طبعا انخفاض قيم درجات الحراره مستمر معانا النهارده، لكن تاثير المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا تاثيره هيقل على جمهوريه مصر العربيه، فبالتالي كميات الامطار هتقل وتنحصر فقط في الاماكن الساحليه المحيطه على البحر المتوسط. طبعا في كتل هوائيه قادمه من الجنوب باوروبا وغرب البحر المتوسط، الكتل دي منخفضه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها مع وجود احتمال منخفض جو في طبقات الجو العليا، ده يعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه على الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري. فهيكون في فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على فترات متقطعه من اليوم. بالاضافه كمان ان اليوم طبعا زي ما قلنا هيستمر معانا انخفاض قيم درجات الحراره، لان مصادر الكتل الهوائيه نفسها كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا منخفضه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، فبالتالي في استمرار لانخفاض قيم درجات الحراره، اجواء نقدر نوصفها مائله للبروده خلال فتره النهار في معظم المحافظات الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء نقدر نقول عليها دافية في المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع الغياب الكامل أشعة الشمس، خاصة كمان في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، هيحصل طبعا انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة الصغرى فترة الليل ما بين 10 وال 12 درجة مئوية على شمال البلاد، بعض الأماكن من محافظات الصعيد بتوصل الصغرى فترة الليل لخمس وست درجات، فبالتالي أجواء فترة الليل أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة فترة الفجر، فترة الصباح الباكر بتوصل أحيانا لحد الصقيع في بعض المناطق الموجودة في وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد. خلينا كمان ننوه إن الأماكن المفتوحة بشكل كبير أو المدن الجديدة بتحس بالبروده اكتر من من المناطق الداخليه بالظبط، بتحس بالبروده اكتر، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من انخفاض قيم درجات الحراره. كمان اليوم طبعا ظهرت الشبوره المائيه الخفيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت لانخفاض في الرؤيه الافقيه طفيف، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، هي تقريبا دلوقتي بدات تتلاشى من على اغلب الطرق وساعه بكثير، والرؤيه الافقيه هتتحسن على اغلب الطرق ان شاء الله خلال الايام اللي جايه. يمكن حضرتك قلت لنا ان من بكره ان شاء الله تاثير هذا المنخفض الجوي هيقل شويه على محافظات مصر. بالفعل يمكن تاثير المنخفض الجوي هيقل تماما، تبدا فرص الامطار تتلاشى من على اغلب المحافظات، ويبدا ياثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي احنا الايام اللي جايه هنحس بمزيد من الاستقرار في الاحوال الجويه، هيكون كمان في هدوء لسرعات الرياح بشكل كبير في اغلب الانحاء، ومع يوم الاربع هيكون في ارتفاع طفيف وتدريجي في قيم درجات الحراره، الارتفاع ده مستمر معانا لحد يوم السبت. ومتوقع ان احنا يعني الارتفاع ده بمعدل من درجتين لاربع درجات، لان مع نهايات هذا الاسبوع العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 22 و23 درجه مئويه، فبالتالي استقرار تام في الاحوال الجويه. طب كويس، يعني الجو هيكون شتوي دافئ يعني الفتره اللي جايه الكام يوم الجايين. اما احنا هناكد ان فترات الليل هيظل فيها انخفاض في قيم درجات الحراره، فمش عاوزين ننخدع باشعه الشمس او بالدفء فترات النهار وتغيير نوعيه الملابس، فنظل الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر،
الشبوره المائيه هتبقى ظاهره جويه مؤثره خلال الايام اللي جايه، فطبعا لازم القياده معاها بهدوء تام فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غنو عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 18، الصغرى 12، عاصمه اداريه 18 11، اسكندريه 18 11، العلمين الجديده 18 11، مطروح 17 10، دمياط 18 11، بورسعيد 19 12، اسماعيليه 19 11، السويس 19 11، العريش 18 10، كاترين 13 2، طابا 18 12، حلايب 24 18، شلاتين 26 17، شرم الشيخ 23 14، الغردقه 23 14، الفيوم 18 11، بني سويف 18 8، الوادي الجديد 21 5، اسيوط 19 5، سوهاج 20 7، قنا 21 7، الاقصر 22 8، واخيرا اسوان 23 8. حبينا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن هو مستمر النهاردة بتأثير المنخفض الجوي، والجو بارد نهارا وطبعا شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، لكن من بكرة إن شاء الله هيكون الجو صباحا دافئ شتوي، درجات الحرارة هترتفع بمعدل درجتين إلى 3 درجات. هرجع مرة تانية لليلى ومصطفى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دين. شكرا يا دين.